وأهلا بكم في حلقة اليوم من تحت الضوء. دماء العراقيين مستباحة بقرار قضائي. بلاك ووتر أو إكس أي خارج المساءلة القانونية. القضاء الأمريكي أسقط التهم وترك لأهالي الضحايا الحسرة والألم. الحكومة العراقية أسفت وخاب أملها، واستنفار قانوني لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. محاكمة القتلة مادة دسمة في التصريحات والإعلام، أما الواقع فمغاير بالتمام. استخفاف إلى حد التمييز العنصري بدماء العراقيين، وأهالي ضحايا ساحة النسور يسألون ويتساءلون، وبين السؤال والسؤال مئات النسور ما تزال عالقة في قبضة الاحتلال. بلاك ووتر استباحة دماء العراقيين، موضوع هذه الحلقة من تحت الضوء. في استهتار متجدد لأرواح المدنيين العراقيين، أسقطت محكمة فيدرالية أمريكية التهم عن عناصر شركة بلاك ووتر المتهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا بينهم نساء وأطفال بإطلاق النار عليهم في بغداد في أيلول عام 2007. القاضي الأمريكي استغل نقطة قانونية شكلية لإسقاط كل التهم الموجهة إلى عناصر الشركة، معتبرا أن المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن الدستور الأمريكي يمنع المدعين من استخدام أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة. الحكومة العراقية أعربت عن أسفها وخيبة أملها من قرار القاضي، وتعهدت باتخاذ إجراءات حازمة لملاحقة المتورطين في الحادث وحفظ حقوق العراقيين، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية أثبتت وبشكل قاطع ارتكاب حراس بلاك ووتر جريمة القتل وخرقهم قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد. واشنطن سارعت إلى امتصاص غضب أهالي الضحايا عبر تصريح لمسؤول يبدي الشعور بخيبة الأمل من القرار ويؤكد على متابعة الموضوع ودرس الخيارات. المسرحية الأمريكية لم تقنع أحدا في العراق، إذ عبرت وزيرة حقوق الإنسان عن ذهولها من القرار، حيث أن الناس شاهدوا كيف تعمد عناصر بلاك ووتر قتل الأبرياء في سياراتهم، في حين اعتبر أهالي الضحايا أن القرار يمثل صورة من صور التمييز العنصري. تبقى الإشارة إلى أن شركة بلاك ووتر قد غيرت اسمها إلى إكس آي بعد رفض السلطات العراقية تجديد الترخيص لها أوائل العام الماضي. عن هذا الموضوع معنا من بيروت الباحث بشؤون الدولية الدكتور محمود رمضان، ومن بغداد مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق كامل أمين، ومن بغداد أيضا الكاتب والمحلل السياسي جمعة العطواني. أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور رمضان، أبدأ معك من القراءة الأولية لقرار القضاء الأمريكي إسقاط التهم، كيف تنظر إليه؟ نعم، من الزاوية القانونية المحض، فالقانون الأمريكي لا يعترف بأي قانون غير أمريكي بمواجهة أي مواطن أمريكي قد يرتكب أي فعل جرمي خاص، سواء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومهما كان نوع الجرم. إذن القاضي الفيدرالي عندما وضع يده على هذه الدعوة المقدمة أصلا من وزارة العدل الأمريكية بواسطة محققين أمريكيين، وبعد تحقيقات مسهبة قامت بها أجهزة الFBI بالتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية والشرطة العراقية، صدر هذا الحكم عن المحكمة الفيدرالية بدفع شكلي دون أن يمس الأساس ودون التحقيقات بالتهم الموجهة إلى المدعى عليهم من المتورطين في من بلاك ووتر، وعددها 35 تهمة. إذن اكتفى بهذا الدفع الشكلي القاضي الفيدرالي، ولم يتطرق إطلاقا إلى الأساس، وبالتالي فإن
هذا القرار الصادر عنه مهما قيل عنه من الزاوية السياسية أو الإعلامية وهذا الضجيج الذي يثار حوله هو قرار قابل بطبيعة الحال للاستئناف. هذا الاستئناف يجب أن يعد له ليس بصورة اعتباطية وعشوائية وإنما بتنسيق تام فيما بين الإدارتين العراقية والأمريكية وخاصة وزارة العدل التي عليها أن تثبت حياديتها باعتبار أنها معنية بالأمر وأن التصريحات التي اعتمدتها هذه الوزارة لكي تعتبرها تهما موجهة ضد بمواجهة المجرمين والمتورطين. يعني الآلية دكتور رمضان أفهم منك المباشرة اليوم لتطويق ما جرى هو الاستئناف للقضاء القرار الذي صدر عن قضاء هذا ما هو متوافر حاليا هذا المفروض يعني من الناحية القانونية. طيب سأنتقل إلى بغداد أستاذ كامل أمين، هل أنتم بصدد إعداد ملف متكامل وبالتالي تقديم استئناف لقرار القاضي الأمريكي؟ وأين هل نحن نتحدث عن استئناف أمام القضاء الأمريكي أم محاكمة منذ البداية أمام القضاء العراقي؟ شكرا جزيلا. سأبدأ من حيث انتهى تقريركم وهو بأن شركة بلاك ووتر قد غيرت اسمها ودخلت في العراق باسم ثاني. وأؤكد لك كوني موظف حكومي صدر قرار اليوم من الحكومة العراقية بعدم التعامل وإلغاء أي عقود مع أي شركة مرتبطة مع بلاك ووتر أو حتى إذا وصلت معلومات للحكومة العراقية بأنها قد غيرت اسمها، وصدر هذا القرار رسميا من قبل الحكومة العراقية هذا اليوم. يعني عذرا يعني قبل أن تبدأ الحكومة العراقية لم يكن لديها علم أن بلاك ووتر قد غيرت اسمها. بلاك ووتر هنا السؤال عذرا ولم يختلف. لديها علم بأنها قد غيرت يعني لشركة أخرى، واليوم صدر قرار ليس فقط بهذه الشركة وإنما بأي شركة تظهر معلومات لدى الحكومة العراقية بأنها مرتبطة مع بلاك ووتر. يعني سوف لن يتم التعامل مع أي شركة مرتبطة أو لها علاقة ببلاك ووتر، وهذه واحدة من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها هذا اليوم. الطرد من الأراضي العراقية أم فقط عدم التعامل الرسمي مع هذه الشركات؟ لا، هو إلغاء العقود، إلغاء كافة العقود المبرمة مع أي شركة إذا كانت قد غيرت اسمها من بلاك ووتر إلى اسم آخر أو كانت مرتبطة مع شركة بلاك ووتر يعني من خلال المعلومات التي ترد إلى الحكومة العراقية. طيب. عن قضية الاستئناف، يعني كنا سألنا السؤال في البداية وذهبنا إلى مكان آخر، ما هي الآلية التي سوف تعتمدها الحكومة العراقية اليوم؟ نعم، كما تعلم يعني وزارتنا وزارة حقوق الإنسان قد اتصلت بالسفارة الأمريكية للحصول على المعلومات بشكل رسمي ودقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية، وهناك متابعة مع المختصين في الحكومة العراقية وكذلك مع السفارة الأمريكية بكيفية محاولة لملمة تداعيات هذه القضية، لأنها قضية مؤلمة جدا للشعب العراقي، وهو انتهاك خطير ومن أخطر الانتهاكات، هو انتهاك حق الحياة لإناس عزل. ستكون هناك يعني لجنة حكومية ستدرس هذه القضية وكيفية إعادة استئناف هذا الحكم، كما أوضح ضيفكم الكريم من لبنان بأن القضية ردت شكليا وهذا هو الذي تفاجأنا فيه. كان من المقرر أن تكون المحاكمة في الشهر الثاني في شهر شباط فبراير، لأننا تفاجأنا بالقرار الصادر وليس لدينا معلومات عن كيفية تقديم هذه المحاكمة، وخاصة وهناك اعترافات من قبل المتهمين في بلاك ووتر.